المقاربة الأمنية للعملية اللي صارت تعتبر يظهر لي أكثر وأكثر معناتها فاجعه، يظهر لي أكثر أكبر ضحية وأكثر ضحايا في العملية الأخيرة اللي صارت هذه. شفنا بعدها إقالات صارت لكوادر أمنية في المنطقة وفي الجهة الغادي. هل كافي هذا؟ هل يتحملون المسؤولية فقط أم هم كبش فداء؟ خليني نقول وأنه كارثة بأتم معنى الكلمة، لكن كارثة منتظرة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأساسي هو الحزم في تطبيق القانون، ويلزمنا قبل ما ننظر إلى السبب نشوف المسبب. المسبب هي الأيادي المرتعشة في تطبيق هذا القانون. لو نرجع سنتين إلى الخلف ونشوف ما حصل في إقراقنا، نشوف الصدى الإعلامي. اليوم العديد من رجال الأعلام والسياسة وحتى الأمنيين نبهوا إلى الشيء اللي حصل واللي مش يحصل زلا في إقراقنا، على اعتبار الفراغ الأمني اللي خلفته إرادة سياسية في ذلك الوقت اللي قالت ضبط النفس. ما ثماش ضبط النفس مع القانون، ثم تجاوزات صارخة، تجاوزات مقلقة، تجاوزات اللي أدت إلى هذه اللي وصلتنا إلى هذه الحالة. اليوم وقت اللي أنت تقول ضبط النفس أمام ناس اللي هي تعتصم بشكل لا قانوني، بشكل اللي فيه معناها تخريب للدولة، ما عادش اعتصام شرعي ولا اعتصامات اللي تتطلب الحزم وتتطلب الإرادة السياسية وتتطلب الأخذ بجدية بمفاهيم وبفلسفة القانون. هذا الشيء اللي وصلنا للحالة هذه. اليوم المؤسسة الأمنية في قرقنا نقولها صراحة وأنها تعيش حالة إرباك أمام لامس برك، لامس برك الأطراف تضرب في الأمن بالحجر، فهمتني؟ ودائما سياسة ضبط النفس، ما ثمش سياسة ضبط النفس، ثم قانون يطبق القانون. رغم من دام أيدينا مرتعشة أمام أي فعل مادي قد يأتي وقد يخل بالأمن العام، راهو لا يمكن لنا أن نسير في الاتجاه الصحيح. الاتجاه الصحيح راهو يرتبط بالقانون ولا شيء غير القانون. اليوم أي فراغ يحصل راهو من شأنه أن يؤدي إلى هذه الكوارث. قداش من أعلامي قال في وسائل الإعلام يا ولادي راهي قرقنا فارغة، قداش من سياسي كذلك قال، قداش من أمني، لكن الناس سياس أمورك دعه يفعل دعه يمر، سياس هذه دعه يفعل دعه يمر، رأي تؤدي إلى مثل هذه الكوارث. هذا اللي يجب أن نشوفوه من ناحية الأمنية. صحيح أن يقول ممكن ثم تقصير نسبي في ناحية الأمنية، لكن رأوا نتفاعل مع الواقع كما هو. اليوم إقالة الكوادر الأمنية هي الحل، حل ما الحلول؟ يتحملون المسؤولية وإلا لا؟ فسرنا بالضبط. مع الأسف رجل الأمن رأوا كي لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة، ويتحاسب على الجزء الفارغ، وهذا طبيعي، ما يتحاسبش على الجزء المليان توا كيما كان سيحكي سي خليفة. النجاحات باهرة، لكن رأوا ماهوش الحل. اليوم ننظر إلى المسؤول ونخليه يرتبك اللي بيجي بعده مش يكون مرتبك. إذا كان ثم تواطأ يجب أخذ الإجراءات وبقوة، كذلك إذا كان ثم تقصير نسبي يتأخذ على مستوى تقصير. أما رأي الإقالات رأي تبقى حل مرفوض على اعتبار وأنه المسؤولية رأي مسؤولية جماعية من الأعلى إلى الأسفل. إذا كان نحدد المسؤوليات بما فيها الحكومة كاملة تحمل جانب من المسؤولية كما قلت بما مضى يتحاسب عليه، مشكل الحاضر يتحاسب عليه بكل جوانبه. واضح، بارك الله فيك. فما سي المنظر يحب يتفاعل معك، تفضل سي المنظر. اهلا بك سي علي، رمضانك مبروك. وانت زين ديما تتفاعل مع سي المنظر ولو حتى على الصفحات الاجتماعيه. اخويا احنا حبايبات تو هكا تو يقولوا متواطئين مع بعضهم. مانيش متواطئ اخويا سيدي. اسمع ما يقرر ولا يعكس الحقيقه. اسمعني انا سيدي متواطئ معاك لمصلحه تونس هي بهيش. نعم سيدي. كنت نحكي تو مع سي خليفه حول انه قلنا الحقيقه وخلينا نفرك الرمانه مثل، لانه ما دام المصلحه العامه ثم الحقيقه. المؤسسه الامنيه اللي تعافت الحقيقه وحققت وكسبت ام المعارك اللي هي الحرب على الارهاب ومنعت بلادنا من كوارث عديده، لكن نلاحظ انه المؤسسه دي كمؤسسه وايضا في رموز نتاعها اللي هم ملك المؤسسه الحقيقه تعاني من استهداف، وثم ناس سياسيين يحطوا يحبوا يعملوا وضع يد عليها، هذه حقيقه وهذا يربك العمل الامني. موافقك في منظر. مع الاسف الشديد شنو هي وزاره الداخليه؟ وزاره الداخليه هي القلب النابض، هي سر الدوله، هي سر الجمهوريه. الناس كل احنا نشوف فتره من فترات حتى من قبل الثوره الناس كل توجه سهامها للداخليه، لكن اللي يتمسك بالداخليه
يرى في روحه أنه تمسك بكل مقاليد الحكم. هذا الإشكال الكبير. غالطين معناها غالطين في حساباتهم؟ غالطين في حساباتهم. يا ولدي رأي الدولة هذه من تجم تتقام ومن تجم تكون دولة ديمقراطية بالمفهوم الصحيح اللي بكلنا رانا نحبوه وبكلنا رحنا قرينا في الخارج ونعرف وشنية وزارة الداخلية وشنية وزارة الداخلية. فهمتني؟ رأي إلا ما تكون بمنأة عن كل الأطراف. يا أخويا ثم وزير الداخلية نعطيه كل الآليات للعمل ونحاسبوه عن النتيجة. ما بقي الناس كل رأي لازم تكون تنظر لها بالعين الناقدة المراقبة. نقول العين الناقدة المراقبة ولا تتدخل في شأنها. واضح. رأوا التدخل في شأنه حتى من أبسط أنك تتدخل في أبسط الأعوان أو في تعيين هذا أو في نقلة ذلك أو في كذا. رأي من المسائل التي تربك على المدى البعيد ورأي يعتبر تدخل في الشأن متاع وزارة السيادة. راه وزارة الداخلية يجب أن تكون في منأى عن كل التدخلات. رأي عندها مسؤول واحد ما يكونوش عندها 20,000 مسؤول ومع المسؤول ثم هيرارشي لأنه تقام على الانضباط تقام على الجوانب عدة. رأي وزارة الداخلية ثم رأي خزينة الدولة رأي سر الدولة. رأي إذا كانت تدخل فيها العديد الأيادي وإحنا شفناه هذا بالواقع ما عادش هنالك سر للدولة. وإذا تلاشى سر الدولة. شكرا بارك الله فيك سعلي زنمديني الخبير الأمني.